بسم الله. وقفنا التصوير وعملنا دائرة الثلاجة البابيل، اختبرنا ثرموستات تاني، اختبرنا كباس تاني، اختبرنا كباستور، اختبرنا ريليهات وشفنا الريليهات بطرق مختلفة. المفروض ان احنا دلوقتي كده خلصنا الثلاجة الباب الواحد والثلاجة البابين من ناحية فهمنا كدائرة ميكانيكية، كدائرة هواء، كدائرة كهرباء. حد عنده أي حاجة أسأل فيها؟ المفروض إن المرحلة اللي بعد كده إن أنا أخش على الأعطال. بس أنا مش هينفع أخش على المفروض أخش على الأعطال والشحن والتفريغ. بس أنا مش هينفع أخش على الأعطال والشحن والتفريغ من غير ما أعرفك العدة الأساسية اللي هتشتغل بيها. لأن إحنا لما نيجي نتكلم في الأعطال هقول لك طب عايزك تقيس لي الضغط كنا إحنا واحنا بنتكلم بنشرح نقول ضغط عالي وضغط منخفض. صح؟ فكنت عشان نقول ضغط عالي وضغط منخفض هاجي اقول لك كام. لما يجي نتكلم في الاعطال نقول عطل تفويت، عطل سدد، عطل كذا، يبقى لازم الضغط العالي والضغط المنخفض يكون قيمه معلومه. فما ينفعش ان انا ادخلك على الاعطال من غير انت ما تبقى عارف يعني ايه عداد الشحن. ده اللي هيقيس الضغوط. ما ينفعش ادخلك على الاعطال من غير ما اكون معرفك شويه العده البسيطه اللي احنا نشتغل بيها. ما ينفعش ان انا ادخلك على الاعطال ونكون من غير ما انت تكون عارف. ونيجي نتكلم مثلا عن الشحن والتفريغ والكلام ده من غير انت ما تكون عارف يعني ايه فلير، يعني ايه سويتش، يعني ايه الحام، يعني ايه الكلام ده كله. فلازم قبل الاعطال لازم اعرفك العده الاساسيه اللي انت بتشتغل بيها. فاول حاجه هنتكلم عليها عداد الشحن. عداد الشحن ده عبارة عن ايه؟ عداد الشحن دوت بيقولوا عليه جيتش. ده في منه في السوق للناس اللي هتشتغل عداد بيقولوا عليه ناحية واحدة وعداد مجوز مفرد ومجوز، او عداد ضغط منخفض بس، او عداد ضغط منخفض وضغط عالي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ في الثلاجات اللي بنحتاجه او بنشتغل بيه فعليا عداد الضغط المنخفض بس اللي هو باللون الازرق احنا لسه هنشرحه. فهتلاقي ان الناس اللي بتشتغل ثلاجات بيبقى بيقول لك انا اجيب ده اغلى ليه؟ انا اجيب عداد مفرد. طب الناس اللي بتشتغل تبريد وبتشتغل تكييف بيجيب العداد اللي هو المجوز ده. طب ايه فكره العداد اصلا او العداد ده بيعمل ايه؟ ما ينفعش ده بدل ده؟ لا ده عداد ضغط منخفض وده عداد ضغط، هنشوف الفروقات ما بينهم فساعتها انت هتحكم اذا كان ينفع ولا ما ينفعش. لما نشرحه. طب العداد ده هو اصلا عباره عن ايه؟ نرجع للكلام اللي احنا بنقوله بعض الاحيان كلام بره ممكن يكون كلام غلط بس عشان يقرب لنا الفكره. فاكرين لما اتكلمنا على حته الموازين؟ ده ميزان بتاع ذهب، ده ميزان بقال، ده ميزان طبليه، فاكرين الكلام دوت؟ ده العداد ده اعتبره الميزان اللي بيقيس لي الضغط. يعني العداد ده هو الوسيله اللي انا بعرف بيها الضغط سواء كان ضغط عالي او ضغط منخفض او اي حاجه. طب هل العداد بيختلف من من غاز لغاز؟ اقول لك دي خلينا نقولها كمان شويه. العداد ده مصمم انه يقيس ضغط. هيقيس ضغط في اليوم، هيقيس ضغط هواء، هيقيس ايا كان الضغط اللي هيقيسه ده هيقيس ضغط. بس زي ما كنا بنتكلم في الموازين ان لازم لما اجي استخدم ميزان يكون في نسبة وتناسب ما بينه وبين الحاجة اللي هقيسها أو الحاجة اللي هوزنها. صح؟ يعني إحنا لما جينا وقلنا إن أنا هوزن ذهب بيبقى الدقة بتاعته أو الحدود بتاعته بتبقى حاجة بالجرام وجزء من الجرام، صح ولا لأ؟ هل ينفع العداد بتاع الذهب أقيس بيه مثلا جبنة ولا أقيس بيه يعني كام كيلو أو كام ده؟ لأ. ولا ينفع الميزان بتاع البقال اقيس بيه دهب. صح؟ نفس الحكايه، العداد ده
بيكون ليه تدريج. زي المثال ده هيشيل 100 كيلو، ده هيشيل 50 كيلو، بيبقى العداد بيكون ليه تدريج. طب ايه فكرة العداد من الاساس؟ العداد دايما زي ما احنا قلنا ان اللون الازرق بيكون عالميا بيرمز للتبريد او يرمز للضغط المنخفض. اللون الاحمر بيرمز للحرارة او بيرمز للضغط العالي. الفكرة كلها ان العداد زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، العداد ليه ثلاث فتحات. الفتحة دي اللي بتقيس لي الضغط الفعلي اللي موجود على العداد، الضغط المنخفض. الفتحة دي بتقيس لي الضغط العالي. الفتحة دي هي ايه؟ الفتحة دي هي اللي هتمرر للضغط العالي او للضغط المنخفض. بمعنى ايه؟ لو انا دلوقتي جيت حطيت، طبعا دلوقتي هنتكلم كناس احنا اتكلمنا ان فريونات، صح؟ لو انا دلوقتي جيت حطيت فريون هنا، هل ده هيقرا حاجه او ده هيقرا حاجه؟ مش هيقرا. ليه؟ لان هو مش واصل. في حاله ان انا اجي افتح المحبس ده هتلاقي ايه اللي يحصل؟ هتلاقي ان الفريون مر فين؟ مر الفتحه دي. لو انا جيت دلوقتي فتحت المحبس على الضغط المنخفض، ايه اللي هيحصل؟ الفريون هيمر، هيحصل ايه هنا؟ هيعدي، وفي نفس الوقت هيروح لفين؟ على العداد. هتلاقي العداد الضغط بتاعه ضغط عالي. كده دلوقتي هو قرالي ايه؟ دخل الفريون، قرالي الضغط المار، الضغط اللي ماشي ما بين هنا وبين هنا. برغم ان كانت هنا مفتوحه او مقفوله مش هتفرق. لا ما هو ده المفروض بيتوصل، ده المفروض بيتوصل مع الثلاجه. تمام. فانا لما اجي اوصل على كده واجي اروح فاتح المحبس، ايه اللي هيحصل؟ الفريون هيعدي من هنا يخش على الثلاجه. هتلاقي المؤشر ده طلع لفوق. الضغط اللي موجود في ايه ضغط ايه؟ الضغط المار، الضغط اللي ماشي ماشي سريان. طب لما اجي اقفل المؤشر ده هيعمل ايه؟ هيقل. هيقل لكام؟ للنسبة للضغط الفعلي اللي هو بقى جوه الدايرة، اللي بقى موجود جواه. اديك مثال. اتفضل. لو انا فتحت المحبس يعني فتحته على الاخر او وسط دي مش فارقة في حاجة. لما حد وانت بتروح عشان تنفخ عجلة، عجلة عربية، عجلة موتوسيكل، عجلة دراجة، أي حاجة، مش الراجل بيجي يروح عامل ضغط هواء في الخرطوم وبعد كده بيبقى معاه عداد ساعة كده عداد بيروح قايس وبعد كده يا إما يشوف مثلا ده 30 ده 28 ده 35 أيا كان الضغط وبعد كده يروح مفرغ أو يزود. تمام. طيب في خراطيم هتلاقي في البنزينات هتلاقي إن هو الخرطوم بتاع التزويد هو فيه عداد. فلو جيت بصيت هتلاقي إن هو بيجي يزود المؤشر بيعمل ايه؟ بيعلى. بيعلى. لما يبطل ايده المؤشر ينزل للضغط الفعلي بتاع العجله. صح ولا لا؟ صح. نفس الفكره هنا. فالعداد اللي هو بتاع اللي عند الراجل عداد زي دوت. بس تدريجه ايه؟ اقل. ما انا هستخدم يعني هستخدم التدريج بتاعه لغايه كام؟ 50؟ 100؟ لكن هنا اكتر. طيب نفس، تعال نشوف الناحيه الثانيه. لو انا جيت قفلت هنا وجيت رحت فاتح هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيقيس الضغط. هيقيس الضغط المار. جيت رحت قافل هيقيس لك الضغط الفعلي. الفعلي. الكلام ده لما نيجي نشحن هنشوفه عملي، بس دلوقتي عشان بس اعرفك على العده. ده
العداد اللي هو الازرق الفعلي اللي هو بيبقى موجود هنا. تعال بقى نشوف، نخش جواه ونشوف العداد ده عباره عن ايه. شايف فيها تدريجات كتيره قوي صح؟ التدريجات دي بتاعت ايه؟ باشا جوه مكتوب عليه ار 22 وبره ار 12، يعني انا لو استخدم الاسطوانه دي اقيس على ده كام؟ ده اول حاجه احنا اتفقنا، احنا اتفقنا ان ده مجرد حاجه بتقيس ضغط صح؟ انا في التعاملات بتاعتي بقيس بوحده اسمها بي اس اي. شايف انت بي اس اي دي؟ ايوه عارف. انت لما تيجي تقول ان انا هستخدم، عايز اوصف كيلو لبن ولا لتر لبن، هستخدم الطن او يعني في تحويلات انظمه، نظام انجليزي، نظام بريطاني، نظام فرنسي، انظمه. وهتلاقي في الكتاب بتاع استاذ ايميل فتح الله في اخر الجزء الازرق في فصل للوحدات وتحويلاتها للي عايز يزود. لكن احنا تاني قلنا زي ما اتفقنا انه كورس فني، انا عايز اعرف انا الضغط اللي انا هعمله هقيسه ده هقيسه بايه؟ بوحده اسمها بي اس اي. ده هنا عندك من الزيرو لغايه ال 250 تمام؟ هتلاقي عداد تاني من الزيرو لغايه مثلا 150 لغايه 120 على حسب. طب ده هيفرق معايا؟ هيفرق معايا على حسب الجهاز اللي انا هشتغل بيه. انا دلوقتي بشتغل في اجهزه منزليه، بشتغل في ثلاجه، الثلاجه بتتشحن على 10 على 12 على، في ثلاجات بتشحن على 5، في ثلاجات بتشحن على 0، كلها تدريجات صغيره. طب انا هشتغل في تكييف، التكييف بتشحن على 55 60 ممكن يطلع ل 70، التدريجات كلها ايه؟ صغيره. دايما الشركات بتدي لك رينج اعلى من اللي انت هتشتغل عليه. يبقى انا عرفت ان التدريج دوت تدريج ايه؟ بي اس اي. نعم؟ الصفر لسه لا ده لسه هنقول عليه، ده التفريم الام ده صفر 10 20 وبعدين صفر 10. لا ده تفريم لسه ما اتكلمناش عليه، هنقول عليه دلوقتي. ماشي؟ يبقى انا عندي دلوقتي هنا ايه؟ ادي التدريج تمام؟ طيب ايه بقى الحاجات اللي جوه دي؟ الحاجات اللي جوه دي الحاجات اللي جوه دي درجات حراره. يعني ايه درجات حراره؟ يعني هو في علاقه بين الضغط ودرجه الحراره. هو بيقول لك ان انت وليكن مثلا لما هتبقى على 10 وانت بتقيس شغال بفريون 22 يبقى هتعمل كده، هيبقى ال 10 دي يبقى درجه الحراره للجهاز اللي انت بتشتغل بيها على فريون 22 درجه حراره كذا. بس تخلي بالك ان هنا بيقول لك درجه الحراره فهرنهايت مش مئوي، فتحول من فهرنهايت لايه؟ لمئوي. طب اقول لك حاجه بقى، فعليا انت ما بتحتاجش خالص بتاع التدريجات ده. مفيش حد بيشتغل بالتدريجات دي بتاعت درجه الحراره الفعليه اللي هي موجوده جوه دي، محدش بيشتغل بيها في مصر خالص. يبقى استخدامك العداد كله على ايه؟ على الضغط، على الضغط. طب انا دلوقتي عايز اشحن ثلاجه او اشحن تكييف، التكييف او الثلاجه ده فيهم ايه؟ الدايره دي فيها ايه؟ فيها هواء. فيها عطل اهو، قطعت الدايره وعملت الكلام ده كله، فيها هواء. انا ما ينفعش اشحن الثلاجه غير لما اعمل عمليه تفريغ للهواء. ماشي؟ ما ينفعش خالص اشتغل غير لما اعمل عمليه تفريغ للهواء. فمعنى كلمه احنا دلوقتي في الضغط الجوي، ضغط الجو كام؟ قاعد في الضغط كام؟ صفر. هو انت دلوقتي في انت حاسس ان في ضغط عليك وانت ماشي؟ لا صفر فعلا. احنا ضغط صفر. والناس بتسعى البحر. احنا دلوقتي ما فيش ضغط علينا. احنا دلوقتي ما فيش ضغط علينا. صح. صح؟
فانت عندك هنا عايز تعمل عملية تفريغ للهواء اللي هو موجود في الدايرة، مش لازم تكون في حاجة بتقيسه. تمام. ففي حاجة اسمها عملية التفريغ، ودي مش هينفع ان انت تشحن ثلاجة ولا تكييف وبحيث الهواء ده يفضل موجود فيها، لازم تعمل له عملية تفريغ. فالتفريغ ده اللي هو من زيرو لسالب 30. سالب 30 ده اللي هيخليه يتبخر جوه الكواسيت. سالب 30 خلاص انت كده مش هيتبخر، انت كده سحبت كل الهواء اللي موجود الهواء اللي موجود اللي في الدايره. تمام. فانت عندك العداد ده من صفر ل 250 او 150 او 120 على حسب العداد اللي انت بتجيبه. ده الشهر. ها؟ ده التدريج الضغط المنخفض او تيجي الشحن عليه. طب وايه ال 80 70 60 70؟ اللي هو الار 250 ده هنا اهو، هو عامل لك هنا ار 12 ار 22 ال 502 ما عملهاش جوه، عملها بره، راح عاملها لك بص ار 502. درجة حرارة برضه. ماشي؟ فيها مشكلة؟ طيب تعال نشوف الضغط العالي. الضغط العالي عملها لك من صفر ل 500. معنى كلمة إنه ضغط عالي يعني الضغط هيكون أزيد من جزء الضغط المنخفض، فراح مكبر لك زي ما قلنا اعتبر الميزان. أنا دلوقتي هوزن، كنت هوزن حاجة عند البقال بس بدل هجيب بقى 50 كيلو، مش هينفع أوزنه على الميزان بتاع البقال عليه، فهروح أوزنه على الميزان اللي هو الطبلية الصغير اللي هو بقى مثلا 200 كيلو مثلا، فأروح من وزن ال 50. ده اللي هو بيشتغل في التكييف. ده اللي هو هنقيسه في التكييف، هنشتغل عليه في التكييف. الناس ده اللي هو التبريد بس. ما هو أنا الكلام اللي هو ده كلام أنا يعني كلام مش صح، كلام مش علمي. في الآخر العداد ده ملوش، هو بيقيس ضغط، يعني عداد الضغط المنخفض. لو انا عداد الضغط المنخفض ده هقيسه على ضغط على جهاز ضغطه عالي بس هو اقل من 250، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. ينفع. يعني عندي عدادين ضغط منخفض. وهقيس واحد للضغط المنخفض واحد ل 15 او الكلام ده، والجهاز اللي انا هشتغل فيه ده ضغط العالي بتاعه 120. ينفع. طب هو معلش يا وانا ما عنديش عداد ضغط عالي، مش ينفع اقيس بيه دوت ما دام هو في حدود ال 250 ما تعداهاش. انا اعرف منين ان الدايره دي ضغطها كذا؟ هناخدها شويه في جدول موجود. يعني هنعرض له قبل ما احاول، ما دي حته الخبره، حته معاك انت بتشتغل عليها. ايوه. انت هتبقى عارف ان الثلاجه مثلا الضغط بتاعها وليكن مثلا من 120 مثلا ل 150 ما بيزيدش عن كده، ان التكييف بيبقى مثلا من 260 ل 300 في الفروقات العاديه، ان في ال 410 الضغط بتاعه مثلا بيوصل اعلى. في حاجات بتبقى بالخبره وفي حاجات انك ترجع لمعلومه. ماشي. يعني هتلاقي في جدول احنا لسه هنتعرض له يقول لك ان الضغط العالي في الجهاز الفلاني كام، الضغط المنخفض في الجهاز الفلاني كام. اتفضل. يعني معنى كده ان العدادين هم بيقوموا بنفس الوظيفه. نفس الوظيفه بس كل الحكايه ان عداد الضغط المنخفض في جزء زياده بتاع التفريغ. انما التاني من فوق. لكن الضغط العالي ده الضغط العالي مش محتاج جزء. انما بالنسبه للضغط فهو هو ده بيقوم بالضغط وده بيقوم بالضغط. ده اعتبره ميزان، ده بيقيس لي ضغط. زي الجرام والكيلو. ده بيقيس لي ضغط، ده بيقيس لي ضغط. في الكورس اللي فات، الكورس اللي فات اللي هو كان في رمضان، واحد جايب عداد واحد يقيس ضغط عالي منخفض. فقال لي قلت له ازاي؟ لقيته جاب لي عداد، هو عداد ازرق. ها؟ بس قايس لي في الضغط، قايس لي من صفر ل 500 وفي تفريغ. يبقى بيشمل العدادين، ده عسل ده. ماشي؟ هيوفر معاك كتير. ما في الاخر انت هتقيس ضغط عالي وهتقيس ضغط منخفض. فده انت لو عايز تقيس بضغط عالي هتقيس، لو عايز تشتغل بضغط منخفض هتشتغل. وفي تفريغ. وفي تفريغ. فدام بقى في تفريغ يبقى انا هقدر اشتغل بيه في عمليه التفريغ. واقول لك والضغط اللي هو هنا بدل ما عامله لي 250 عامله لي ل 500. فانا مش عايزك تبقى حافظ الازرق بتاع كذا والاحمر بتاع كذا، لا. انا في الاخر ده اعتبر ان هو ميزان، ده بيشيل لغايه كذا، ده عداد ضغط هيقيس لي لغايه ضغط 250 بيقيس ار. طب هنا 120 و هنا 120؟ فين 120؟ لا اللي قبليها. ما اللي قبليها كان 500. اه
لا ده يا دكتور لا هو الشريط اللي ما 120 ما بص ما هو انت عندك هنا ايه ما دي بقى الحاجه اللي هنتكلم عليها ان كل ما زاد لك التدريج كل ما عمل لك مش احنا لما جينا اتكلمنا برضو على الموازين ها قلنا ان كل مزال قلنا لو انت بتقيس في حاجه اسمها التفاوت لا انا دلوقتي هقيس ذهب عند هقيس ذهب وتعالى كده من الراجل الميزان بتاعه ده في جرام مفوت والتفويت بيبقى موجب او سالب غالبا يعني تخيل انت كده الراجل بتاع ذهب وعنده الميزان بيفوت جرام موجب فكل واحد يجي يشتري حاجه 5 جرام يقيسها له 4 الراجل ده هيفلس ولا مش هيفلس؟ طب تعالى العكس انت اشتريت حاجه 4 جرام حاسبك عليها 5 جرام هتسيبه ولا هتقول ده سرقني ب 600 جنيه ولا ب 700 جنيه واشوف وصل لكام؟ صح ولا لا؟ صح. فهو انت عندك هنا حاجه اسمها نسبه الدقه. انا ماشي هنا اهو كل شرطه بكام؟ بواحد. واحد. ادي هنا بقت الشرطه دي 10، بقت الشرطه الصغيره 5. ممكن تقابلك عداد تاني عامل لك التدريج ده مثلا على نفس التدريج كده اهو بس انا اديله 50 500 بس هنا عامل لك 0.20 يبقى الشرطه بكام؟ ب 2 يبقى الشرطه الكبيره دي بكام؟ ب 10 هو قياسك لكن هل نسبه نسبه الدقه بتاعه زي ده؟ مختلفه فانا لما اجي اجيب عده اشوف انا هشتغل في ايه؟ وصلت؟ ما هو في العداد اللي هو كان جايب من 0 ل 500 ما في الاخر هو محيط العداد واحد عشان ازود لك الضغط ده عمل لك ايه؟ عمل لك التدريجات بقت بالاثنين يعني اعتبر ده اهو من هنا 0 ل 50 هو عشان عامل لك كل شرطه ب 10 لو هو عمل لك كل شرطه ب 20 يبقى هيجيب لك هنا 500 صح؟ طب هنا عمل لك 20 بعد ال 20 هنا عمل لك كل شرطه بكام؟ احنا كده زودنا 130 يعني لو قلنا مثلا 20 يبقى مثلا لو انت مثلا قلت مثلا يبقى شوف الخمسه دول كده زودهم بكام؟ 25 تقسمهم بقى يعني هتعمل دلوقتي يعني وليكن مثلا كل واحده ب 40 25 30 هتلاقي بقت نسبه التفاوت ايه؟ بقت عاليه وصل كلامي؟ تمام ولا؟ هنا الضغط العالي ده هنا جاب لك من 0 ل 500 بس هنا جاب لك ايه؟ جاب لك بالبي اس اي وراح جايب لك تدريج تاني اللي هو كيلو جرام على السنتيمتر مربع. تدريجات احنا في مصر بنشتغل بالبي اس اي. زي اقول لك حاجه ايه؟ بالكيلو بالرطل بالوقيه فاهمين انتوا كلها وحدات قياس كلها وحدات اوزان او وحدات قياس او الكلام ده كله. اللي عايز التفصيله بتاعتها عشان انا لو قلتها لك الكلام ده كله هشغل بالك بحاجات نظريه في الاخر انت هتخرج مش هتتعامل بيها. طيب العداد ده بيبقى ليه خراطيم احمر وازرق واصفر. هل العدادات دي كلهم واحد ولا فيهم اختلاف؟ خرافين؟ اه شفت كله هو كله واحد احمر واصفر اللون الاحمر عشان يميز لك الضغط العالي اللون الازرق عشان الضغط المنخفض اللون الاصفر ده اللي هو هتوصله باسطوانه الفريون عشان يدي يمين او شمال مجرد تمييز بس هي مجرد تمييز بس هما فعليا الثلاث خراطيم حاجه واحده حطيت ده مكان ده وده مكان ده مش هتفرق تمام طيب لو عداد عندك خرطوم عندك باظ هتروح تشتري لما هتروح تشتري هتعمل ايه؟ هتقول عايز خرطوم شحن لو رحت وقلت له عايز خرطوم الشحن الاحمر بتاع الضغط العالي الراجل هيبقى قدامه حاجه من حاجتين او قول حاجه من ثلاثه راجل ابن حلال يقول لك يا ابني ده كلهم واحد حس ان انت مش مقتنع ولا هتتعبه يقول لك لا ما عنديش لا اما يقول لك يا ده اللون الاحمر ده هو ده اغلى بكام يا عم الخراطيم الخرطوم مثلا ب 15
كانت الاحمر مثلا، بس الاحمر ده ب 25 ليه؟ اصل ده ضغط عالي، ده بتاع الضغط العالي هيشتغلك. والثلاثة زي بعض. خلاص زي بعض. بس انت اللي ماشي؟ ما هو لا، ما هو انت عندك في السوق تيجي تشتري حاجة، في واحد ابن حلال كده هيفهمك. يعني هو بيتباع الخراطيم دي؟ اه بتتباع. طب ماشي، طب انا عايز اميز، انا عايز اقول له هات اللون ده عشان انا مفيش بقى. لا بقى انت لو بص، هو عنده بيعمل ايه؟ هو عنده الطقم مثلا، بيبيعوا الطقم ثلاثة. وبيبقى عنده طقم فتحه للخرطوم. لا فواحد جاب عمل ايه؟ جاب مرة طلع الاحمر، اللي طلع اي حاجة. فلو انت رحت وقلت له اصل انا عايز الاحمر، يقول لك هفتح لك طقم مخصوص عشان، وهو ده اللي بيتباع، باقي الاطقم بتترمي. فلو المجموعة مثلا كلها ب 50 ولا ب 60 ولا ب 45 ايا كان، ممكن يحسب لك الخرطوم ب 1000 خرطومين، ب 1000 خرطوم ونص. انت وحظك بقى على حسب البياع. فاللي فاهم بيريح. مش هتفرق يا باشا، هنجيبه هنديله لون. ماشي. الخرطوم في الخراطيم بيبقى فيه حاجه اسمها الشق دوت. الشق ده ليه؟ هوريه لكم هنا. ماشي، هتقعدوا تشوفوا عشان احنا شغالين، تبقى انتوا شايفين اللي احنا بنتكلم فيه. بص عليه وقولوا بعد كده. الشق ده وظيفته ايه؟ انت دلوقتي لو بتشتغل في حاجه ضغط عالي، فاكرين لما احنا جينا وكنا في اول يوم خالص لما عملنا لما احنا جينا ورحنا فضينا بالاسطوانه على الجسم وراحت عامله تلج؟ فاكر تمرين الاسئله اللي كنا عملناها في الاول؟ فاكرينها؟ فاكرين ساعتها ان كان في ضغط الفريون العالي قلنا ممكن يوصل يعمل حرق؟ فانت الشق اللي موجود ده عشان يقلل الضغط وانت بتفك. انت دلوقتي وليكن بتقيس مثلا ضغط عالي بتاع جهاز تكييف، والضغط مثلا 260 ولا 280 ضغط عالي. اول حاجه لو انت بتيجي انت تروح بتفك، بتقلل الضغط على الخرطوم. في خراطيم كانت بتنزل ومفيش فيها الشق دوت، فانت بتفك وتيجي في الاخر على اللحظه دي الخرطوم يروح ايه؟ يروح ضارب. اي حاجه معدن على معدن لازم يكون في كاوتشه، فبيبقى في كاوتشه جوان موجود. لو الخرطوم ما فيهوش غالبا الكاوتشه دي بتطير. ليه بتطير؟ لان الضغط اللي موجود بيروح ناطر ايدك وناطرك، لكن الشق ده اللي بيبقى موجود بيقلل الضغط على الخرطوم. فانت بتفك خلاص، يبقى من بالك العمليه تبقى اسهل. ماشي، ده فايده الشق. الجوانات دي مهمه جدا. ليه مهمة؟ لما نيجي نتكلم عن الأعطال ونقول عطل التسريب، لو أنت العدة بتاعتك مش مظبوطة والجوان ده مش مظبوط، ممكن تلاقي إن إحنا هنتكلم، نيجي نتكلم على الشحن، أقول لك اضغط الدايرة قبل ما تعمل أي حاجة. طب أنت ضغطت وفي تسريب في العدة، هيجيب لك إن في تسريب فين؟ في الدايرة. فيلففك حوالين نفسك، تبتدي بقى تقول ده طب يا ترى الفريزر، يا ترى اليودر، يا ترى مش عارف ايه، وهو العده بتاعتك اصلا هي اللي بايظه. تمام؟ الجوانات دي ما بتتباعش، عشان بس نبقى متفقين. لما نجيب خرطوم على طول. لا، هو بحته مش عارف فعلا كل حاجه ليها خبره. انا واحد من الناس لما بجيب موتور جديد بالنسبه لمواتير الثلاجات، فاكرين اتطبق كاوتش؟ اتطبق كاوتش بتاعت الموتور، باخدها واحتفظ بيها. لما الجوانات دي عندي بتبوظ، بروح جاي قاطع الحته اللي من فوق والحته اللي من تحت، بقى عندي جوان ويعيش فتره كويسه. واحد تاني عنده خرطوم، عنده خراطيم خلاص ايه نشفت او كده، بيروح شايل الطبقة اللي عليها دية وياخد القلب بتاعها، القلب بتاعها ده بيعتبر هو نفس تخانة الجوان. فعارف نظام يقول لك إن مفيش حاجة في الورشة تترمي، كل حاجة هتكون عايز ترميها هتلاقي ليها استخدام. تمام؟ الجوان كان له اللغة ده؟ اه. عشان ما اتغيرش قبل كده. طيب، في حاجة اسمها
بل في الشحن او بل في الخدمه. عباره عن ايه بل في الشحن او بل في الخدمه؟ بل في الشحن او بل في الخدمه ده بيتباع كده. اه ده بيتباع كده اهو. ده عارف انت بل في العجله؟ اه عجله عربيه، عجله موتوسيكل، نفس الحكايه في البالونه بتاعت الموتور. مش انت بتلاقي الراجل كده حط اللي هو بتاع النفخ، الجزء بتاع الهواء، ضغط وجرب مسار منع الهواء؟ عارف لما تكون انت ربنا معاك عربيه وربنا رزقك بعيل رخم يروح لاعب لك في البلف ده بنسة، ولا لاعب لك بنسة في حاجه يفسر لك العجله؟ يضغط عليك في السياره. ده نفس الحكايه. البلف ده عباره عن جواه ابره. الابره دي لما انت بتيجي تروح دايس على الراس بتاعتها من هنا، الحته دي بتروح نازله لتحت تسمح بالمرور سواء دخول او خروج. تمام؟ تمام. وفي التكييف او في الثلاجه لما بتتعمل البلف ده بيكون ليه، بيقولوا عليه كام؟ غطا او كام؟ والغطا ده الغطا ده بيبقى ليه في اغلب البروفه بتبقى ليه مفتاح بلف. مفتاح بلف انت شايف شكل المفتاح؟ بيبقى ليه هو السن بتاعه كده، بتروح جاي فاتح او قافل بيه، مطلع بيه البلف. ده نظام النفخ العربيه. نفس العربيه بالظبط. ادي البلف اهو ماشي. خد اهو البلف بالغطا عشان كله يشوفه. ادي الفكره بتاعته. بص هي الفكره بتاعته انك لما هتقفل الخرطوم، الخرطوم بيبقى ليه ناحيتين، ناحيه ليها مفتاح للبلف وناحيه لا. بص هنا ده مفتاح للبلف عشان لما تبتدي ان انت تقرط يروح عامل ايه؟ ضغط عليه، يروح ضاغط على البلف. تمام؟ ده الكاب. هو تعرف ده الغطاء او الكاب او مفتاح البلف. شايف انت ده؟ الجزء ده بيعشق على يمسك البلف، فهتبتدي ان انت تلفه يمين او تلفه شمال، تربطه شمال. الكاب ده بيبقى فيه من جوه او السيل او جوان. بعد ما بتخلص البلف بتروح مقرط عليه جامد، بحيث زياده ان لو في تسريب بسيط برضه الجوان ده ايه؟ يمنع. من المفترض ان الابره لما تيجي عشان تشتغل لا تبقى نازله لتحت قوي ولا طالعه لفوق قوي، المفروض انها تبقى على ايه؟ على المستوى. طب لو نازله لتحت قوي ايه اللي هيحصل؟ بتربط لا ده انت بتربط الخرطوم، الخرطوم ما بيفتحش البلف. ليه ما بيفتحش البلف؟ مش طاير. ولو عاليه قوي قبل ما هتلاقيه سرب، ولو جيت ضغطت جامد عشان يمنع هتلاقي الكاب اتكسر. فالمفروض ان هو يبقى في مستوى البلف عشان لما تربط السن بتاع الخرطوم بتاع مفتاح البلف يروح عامل ايه؟ ضغط عليه، يروح ضاغط عليها فاتحها في الحازم. وصلت؟ الخرطوم هتلاقي ليه ناحيه عدله وناحيه ليها ميول. هتلاقي عامل لك الناحيه اللي ليها ميول هي الناحية اللي ناحية اللي فيها المفتاح لناحية الكباس. ليه؟ عامل لك الناحية العدلة هي اللي هتبقى على العداد. العداد. والناحية اللي هي هتركب على البلف وهتركب بالجنب على الموتور والكلام ده يبقى هي اللي ايه؟ طب ليه عمل لك كده؟ لو هو اللي عمل لك الاثنين عدلة هتلاقي انت محتاج ان انت تتني واحد الخرطوم، فعشان تتني الخرطوم هتلاقي الخرطوم عمل ايه؟ حصل فيه تشققات وباظ.
في العدادات، في اغلب العدادات بيكون عامل لك اجزاء ورا كده، دي وظيفتها ايه؟ من المفترض ان الوظيفة بتاعتها ان انت بعد ما بتخلص شحن بتروح قافل دي بدي، عشان ما يخشش تراب او زيوت او اي حاجه من الجو. ترجع تاني نقول ان احنا دلوقتي هنا اهو، لو احنا بقالنا يوم ما دخلناش المكان هتيجي هتلاقي تراب، صح لا؟ فهو الجو ده لو هو ساب مفتوح هيخش فيه تراب، تيجي انت عشان تشحن هتخلي الفريون يزق التراب ده يخرج لك فين؟ جوه الموتور، صح لا؟ بس للاسف اغلب الفنيين مش عارفين المعلومه دي. هما عارفين ان دي معموله ليه؟ عشان العداد يتشال كده. هتلاقي كل الفنيين مثلا في موسم الصيف دلوقتي ماشي باسطوانه فريون والعداد معلقه كده. هما ظنا منهم ان هما دي عشان تتشال شنطه. يقول لك عشان الخراطيم ما تتطبقش ما تعيش، يعني تسمع افلامات كتيره قوي. لكن ده الهدف منها اصلا حته ايه؟ ان هو يبقى محمي من التراب او من اي حاجه، الحاجات دي هتخش جوه الموتور. قبل ما نخلص، قبل ما نخلص ايه؟ يعني دوت، يعني هو لو هو كده ماشي يخش في تراب. لا انا كده قافل اهو. قافل. انت قافل كده. ما خلاص هو انا كده عملت اهو كده وقفلت. انا بقول يعني مش لازم نعمله كده. عشان تعمل ايه؟ يعني احنا بنشتريه من عند الراجل ايه؟ ايه ده شيل عند الراجل ده بقى متغلف في الكرتونه في الخراطيم مقفوله بكيس بالكم، خلاص مفيش تراب فيها. لكن هو انت عملت كده، انا لو سبت دلوقتي موجود كده اهو، انا دلوقتي لو جيت ما دخلناش المكان هنا يومين هتلاقي تراب. طب مش تراب ده هيخش في الهواء جوه الخراطيم؟ لازم اعمله كده. فانا بعمله بيتعمل كده علشان التراب ما يخشش فيها. وارجع اشتغل يبقى تيجي تشتغل فيروح مدخل التراب ده على الموتور. هو البلف ده بيبقى موجود فين؟ على مصيبة الخدمة، مش احنا لسه هنتكلم عليه، هو مش احنا قلنا الموتور؟ يعني انا لا مش هو راكب، انت اللي هتركبه عشان تشتغل. انا لسه ما قلناش الكلام عليه. انا مجرد بس بعرفك الاجزاء عشان لما نخش على الاعطال وال في بقى عشان التطور اللي موجود في حاجة اسمها عداد ديجيتال. اكيد اغلى. واكيد ما انا مش هتكلم في اسعار بالنسبه متفاوته في اللغه، ممكن تلاقي يبقى ضعف مره او اتنين من التاني. قول موجود ولا مش موجود؟ لا موجود. لا موجود كتير. في ناس جابوه ب 1000 ونص، في ناس جابوه ب 1000، في ناس جابوه ب 3000، على حسب الخامه وعلى حسب البلد اللي عسل هتعمله. هو موجود لازم موجود، ما هو موجود. بدل ده مش مهندس؟ بدل ده في حدود كام ده كان هتلاقي مثلا 300 400 500 700 على حسب برضه درجات وعلى حسب خامات يعني ده بال 100 وده بال 1000. ما هو لك يعني ده مثلا كان بيبقى فيه منه لو جينا اتكلمنا كان من سنتين مثلا كان فيه بيبتدي من اول 260 وحاجه نظيفه بالزوج. كان في حاجه بتتأجر وكان في حاجه ب 90 او ب 100 كان برضه نظيف. ابو 90 ده ممكن يقعد تلاقيه مثلا ب 250 300، اللي كان ب 260 هتلاقيه مثلا ب 450 500 يعني عارف ايه؟ في فرق في جودة الشحن؟ لا مش بس جودة الشحن، ده بنسبة المقياس بجودة الخامة بس، مش استخدام ده أو استخدام دوت. أنت هتأقلم نفسك عليها تشتغل على بأي حاجة. تمام. ماشي؟ بس حاجة دي هيعيش معاك قد إيه؟ المحل بتاعتك مش هتفوت. يعني في ناس لو جبت مثلا حاجة رخيصة قوي هتلاقي الأقر بتاعته باظت على طول. بقى يسرب، نوعية الخراطيم اللي جاية معاه يعني ضعيفه شويه، يعني كل حاجه حسب استخدامك. كل ما هتحط فلوس في عده كويسه كل ما افضل. بس برضه يعني تعمل نسبه وتناسب. ما بقاش مثلا طالع ثلاجه، الثلاجه كلها يعني كان مثلا كان على زمان كانت ثلاجه لها مثلا ما فيهاش 200 300 جنيه ثلاجه مستعمله، وانا اطلع اشتغل عده ب 3 4000. هلم العده دي يعني انا هشتغل في ايه؟ ما هي العده اللي موجوده عده مستهلكه. انا لما اجيب لي عده ب 10000 جنيه هلم ال 10000 جنيه من الشغل كام على قد ايه؟ صح؟ فهي نسبة وتناسب. العداد الديجيتال دوت هتلاقي بيقوم بنفس الوظائف اللي هي كان
يقوم التاني. بمعنى ايه؟ يعني هتلاقي هنا مكتوب لك ار 134، وهنا هتلاقي مكتوب لك الار. يعني معنى كده عشان يقيس لك درجات حراره يجيب لك درجات حراره كام في التاني، يقول لك مثلا جدول للار 12 ل 134. ليه اساسا مش بستخدمها انا؟ ماشي، هنا جاب لك حاجه ان انت هتقيس الار كام. هتلاقي جايب لك مثلا للضغط العالي والضغط المنخفض، هتلاقي ليه استخدامات. هتلاقي مثلا انت عندك لما نيجي نتكلم على في التكييف، هنيجي نتكلم على الار 410، هقول لك ان العداد ده ما ينفعش معاه عشان عند 410 ضغطه اعلى. يعني نيجي نتكلم على التكييف هنشرح نفس الكلام دوت، بس هنزود شويه حاجات عشان الفريونات الجديده. فده مثلا هتلاقي ان هو الضغوط بتاعته ليها معاد مقياس اكبر. هتلاقي بقى منه اشكال. طبعا العداد ده انا ما مسكتوش في ايدي حد، بس يعني بما انه في زراير كتيره هيبقى في خصائص اكتر، هيبقى في حاجات اكتر. لكن انا لما باجي ليه بحطه رقم الحاجه، انا نفسي ما عنديش معلومه فعليه ليها، لمجرد ان انا عرفتك ان في شكل حاجه احنا مش عارفينها عشان ما تخضش لما اشوف. ممكن انا بعد كورس بعد اثنين بعد ثلاثه بقى عندي الصوره دي، واحد يجيب لي المعلومه، واحد يجيب لي الكتالوج، فهيبقى عندي المعلومه. فاللي انا دلوقتي بقول لك عليه نفس الحكايه اللي كان في الكورس بتاع استاذ امين فتح الله. هو في الكورس بتاعك بيقول لك ايه ده، في حاجه اسمها ار 600 لكن دي مش موجوده في مصر ومحدش بيشتغل بيها. دلوقتي بقى الار 600 هو المنتشر وهو اغلب الحاجات اللي جايه نازله فيه. فانا بقول لعل وعسى ده ممكن ما نتقابلش تاني، فانت تبقى عارف ان في حاجه، ما تظنش ان انت خدت كل حاجه. انا ما اعرفش كل حاجه ولا انت هتعرف كل حاجه. انا بوريك اللي اعرفه بقول لك ان في حاجات اهي احنا بالنسبه لنا تحت البحث. وصلت؟ هنوقف لكده، هنتكلم على حاجه تاني. ماشي، افصل.